كان الموضوع كان يعني اكبر بكتير سنة من واحدة؟ الكلام. انا كان سنه عندي سنه، انا كان عندي سنه مش هما جوزوا سنه. لا ما انا فاهمه، بس حضرتك كان عندك سنه لما انفصلوا الوالد والوالده. أيوة. انفصلوا يا حبيبتي. لكن حتى بعد انفصالهم كان في علاقه ما بينهم. ما بين مين؟ ما بين والدك ووالدتك. اه طبعا اه طبعا. هي كانت لازم كل يوم يجي لنا الساعه 7 بالليل يقعد حتى وهم متطلقين. طبعا. لا عشانكم ولا عشانها هي كمان؟ عشان الاثنين. عشانهم. اه طب فؤاد ده بتشوفه يا يعني النعيم والهنا. وبعدين احنا شقاي، هو بيجي بيشوف ولاده. وبعدين في مشاكل محمد المهندس بيعملها طبعا، فلازم تتحل. هي مش قادره عليا، فهقول لابوك يا مامي ابوس ايدك ما تقوليش للاستاذ، هقول لابوك. انتوا تربيتوا كمان مع منى كاخوات، انتوا ثلاثة اخوات، وطلعت لقيت منى زي اختك بالميلي او هي اختك وما زالت اختك. هل بقى ده كان الديناميك مع برضو مدام عفت؟ يعني كانت بتتعامل مع منى برضو كبنت كده ولا ملهاش من لا كان في اتصال، كان في اتصال مش قوي، بس الاتصال بدا بعد ما منى اتجوزت ابن خالتي. من منى اتجوزت يعني اتجوزت ابن اختها من العيله. من العيله. ده حاجه عجيبه عجب. طب اقول لك بقى ده يا جماعه انتوا عاملين مثال غريب جدا، توليفه وعجيب جدا. بص من زمان الجميل. انا مامي ماتت 94، في 93 هي كانت تعبانه وكانت كويسه وبتتمشى وبتاع وكده. فالمهم قالت لي محمد عايزه اشوف شوشو. اوه ها؟ لا ثانية واحدة، دي أول شوفانة؟ أول لا شافتها قبل كده بس ما اتكلموش مع بعض قوي. قالت لي عايزة أشوف شوشو. بس قالت شوشو. شوشو. قلت لها في إيه يا مامي؟ قالت لي محمد هات لي شوشو. فرحت رايح طنشوشو، مامي عايزة تشوفك. ليه يا محمد؟ قلت لها معرفش. فأخدت طنشوشو. وهي استجابت على طول. طبعا. ناس راقية يا خدت طنشوشو ورحنا على البيت. دخلت لأمي ساعة وطلعت بتعيط فيها طنشوشو. لا ما فيش حاجة. وطلعت ومشيت. تعالى وصلني يا محمد. طب قولي لي يهديك يرضيك الله يخليكي. لا ما فيش. ماتت أمي. ولا عرفت أي حاجة عن اللي حصل في الأوضة دي؟ ماتت أمي في العزاء. بعد العزاء قالت هقول لكم هي قالت لي ايه. خلي بالك يا شوشو من فؤاد ومن الولاد. بصيتها عليه. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. خلي بالك يا شوشو من فؤاد ومن الولاد. خلينا نوقف عند توأمه بقى فنيه مهمه جدا جدا. يعني علاقه بقى فنيه مهمه جدا، هي علاقه فؤاد المهندس وشيكارا على الشاشه، اللي كانت من اهم الثنائيات اللي عدت واللي بقت زي ما بيقولوا كده نبراس لفكره الكوميديا. هي جمله اسمها فؤاد المهندس الشويكار. مليون في المية. وفكره الثنائي الكوميدي. وبعدين زي ما قلنا فعلا ان هم عملوا ست او عملوا مثال بقى يحتذى به للاجيال القادمه واللي فاتت، فكره انه ازاي تكون. واحنا كنا عملنا فقره كامله على الحكايه دي لو تفتكروا، الاحترام او العلاقه المتحضره في الطلاق ما بعد الطلاق. لما ما هو الناس مش فاهمه كده يا شريف. ما هو المشكله ان الناس العاديين ليه ما يعملوش كده مش عارف. لدرجه ان هم لما لقوا كمان غن على كتب كويسه جدا ببعض وبيبعتوا بعض اكل والكلام ده كله، لما لقوا كمان في فرصه ان يكون في اعمال فنيه بعد الانفصال عملوها، بل ووقفوا على المسرح، وده حاجه صعبه جدا طبعا. الاثنين في روحيه خطف. خلينا نتكلم على الديناميك ده كان ماشي ازاي، وده كان قرار مين؟ لا هو كان قرار مين ده قرارهم هما الاثنين. هما لما اتجوزوا سنة 62 وكان عندي سنة واحدة قرروا كذا حاجة في حياتهم المستقبلية. واحد ما يخلفوش. ده قرار. ده قرار. اوكي. ليه؟ عشان طنشوشو عندها منة. ايوه. والأستاذ عنده أحمد ومحمد. نربيهم التلاتة مع بعض تربية كويسة ويبقوا كويسين قوي. ده واحد. اتنين، كانوا لازم يبقى في اجتماع مرة في الأسبوع بين احنا الخمسة علشان نحكي الأسبوع اللي فات اللي حصل فيه من مشاكل. ده أثناء الجواز. ده أثناء الجواز. أوكي. زائد إن الأستاذ لما اتجوز طنشوشو حبها. واحد. اتنين، حس وده على لسانه ان فؤاد المهندس وشويكار هيبقوا
انور وجدي وليلى مراد. ثنائي خاصة ان هي كوميدية طبعا عالية وست حلوة وست زي القمر. لا زي القمر. فحس ان الجوازة دي هتعلي فؤاد المهندس وشويكار. فكان دايما في هي تزقه وهو يزقها. هي كان بيكتب لها الافيهات. طبعا هو بنفسه شوشو. طبعا يقول لها هتعملي كذا 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 كذا. يعني كانوا يقعدوا مع بعض طبعا بعيد عننا. لان في حته لما كانوا بيذاكروا النص او بيذاكروا مسرح او بتاع كان لوحدهم او بعيد عننا. طب ما فكرش ابدا يجيب فيديات تانيه جنبه لا على المسرح؟ لا 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 شويكار. لا 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 خوفا من شويكار ولا لا لا لم لا تظهر فيديات قد شويكار؟ الكيمستري ما بينهم كيمستري كانت عاليه جدا. بصت العين بصت العين بينهم. يعني هو متجوزها وبعدين بالليل في مسرح او في لوكيشن في السينما. لا لا انت بتتكلمي على كيمستري عاليه فوق ما تتخيلي ما بين فؤاد المهندس. سريعا جدا انا اسف سريعا جدا 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 كواليس روحيات خطفت، ايه اللي خلاهم يرجعوا يشتغلوا في روحيات خطفت؟ هل اللي جذبهم النص ولا هم كانوا وحشين بعض؟ لا اللي جذبهم النص. هما وحشين بعض. هما من ساعة ما اتطلقوا تاني يوم وهما بيتكلموا مع بعض. لا وحشين بعض فنيا. وحشين بعض على المسرح. بص اقول لك حاجة. لأن الفرق كان آخر حاجة هي هلو دولي ولا كانت عائلة محترمة؟ لا آخر مسرحية؟ قبل روحيات خطفت بينهم كانت هلو دولي. الأستاذ وطنشوشو؟ دولي أي ثينك. لا 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 استنى بس. ولا محترمة؟ إنها حقا عائلة محترمة. خلاص جاب بقى كام سنة؟ كتير. طبعا عمل مش أقل من 10 سنين. وسك على بناتك والمعشريهان ولا ما هو عشان خاطر عيونك على بناتك هي هلا حبيبتي. وهلا حبيبتي لا كذا مسرحيه في روحيه اتخطفت. بص اقول لك حاجه يا شريف والله العظيم يا دينا باكت امر الله يرحمه قال في ثلاثه هيعيطوا لما اموت وهيتعبوا في التمثيل لما اموت: سمير خفاجه، فؤاد المهندس، شويكار. وده اللي حصل فعلا. طب في معلش بقى معلش قولي قولي يا احنا قاهرين احنا قاهرين. لا لا معلش معلش مسامحه؟ لا مسامحه مستنيه ظهر انترفيو كده للاستاذ وكان بيبكي فيه. هو ده السؤال اللي كنت هسأله. يلا اوكي انا بس عايزه النقطه دي اتفضلي. لا هي الفكره انه غريب قوي انه يبقى في ستات بيعشقوه زي ما هو قال وهو كمان حبهم جدا ومع ذلك طلع بكى في انترفيو قال انه ما حدش بيستناه على العشاء وانه ده كان ايه؟ ده الانترفيو ده كان ده عمل ضجه صحفيه. عمل مشكله. هل كان عنده مشكلة فعلا عاطفي؟ اصل ازاي؟ مش راكبه مش راكبه وهو دي ادب ودوس. لا لما سمعت محمد بجد زينا لما سمعت الانترفيو ده وشفته هل كان في ازمه نفسيه لا معينه؟ هو كان في ازمه نفسيه بس في ناس زعلت. يعني في كان زعل من الناس انه غلط يقول كده. انا يعني انا فاكر ان حصل بالظبط زعل. انت كنت زعلان؟ لا انا ما كنتش زعلان. لا شويكار كانت زعلانه. شويكار كانت زعلانه بس برضو لا وطلعت عملت لقاء صحفي ردا عليه. غلط يا استاذ. طنشوشو زعلت ومنى زعلت. طب كان ايه اللي تعب نفسيته في الفتره دي؟ انا اسئلتي كلها مش يا بصي يا يعني اقول لك برضه عن الفن. لا هو كان يعني بصي لما الطلاق برضه الطلاق بيزعل طبعا الناس. طبعا طبعا وزائد ان هو جه قعد لوحده فكانت الفتره دي اللي هي فتره هلا حبيبتي انه حس ان هو لوحده. انما ما بيستنوش على العشاء. لا كانوا بيستنوه على العشاء واللي يقول عليا لا ما وانا حاسس بوحده ومحدش بيقدرني. لا 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 ومحدش بيديني العاطفه اللي انا مش ما زلناش غلطنا ان يا استاذ ما ينفعش. كان كلام انفعالي شخص عاطفي. هو عاطفي بيسموه دراما كينج يعني. لا اصل هو عاطفي جدا وهو رومانسي جدا مش شخص براجماتيك او عملي. وابو حنين جد يو على الحنيه واب او راجل يعرف يتعامل في هو يحب يتعامل مع المرأة قوي. يعني هاو حبيب يعني حبيب جدا قوي ورومانسي ومدلع
والكرش متربي على الغالي قوي. فاكر الجمله دي؟ يا امي يعني بطنه دي يا ماما لازم. وكنا فاكرين البروبوزل يعني عملوا اتقدم للشويكار على المسرح. يعني اشهر حاجه في الدنيا. وبعدين طنشوشو كانت بتطبخ زي الفل. بس هو كان يعني دايما يقول لي ايه، لازم يا محمد تعامل المراه how to deal with the woman.